الالماني اللي انا اتعاملت معاهم شخصيا مدى التقدير ومدى الاستعداد للتعامل والتجاوب بشكل ايجابي معنا. معالي السفير خالد جلال، اهلا وسهلا بحضرتك. انا برحب بيك على شاشه اكسترا نيوز، وبدايه حابه اوجه يعني احر التهاني بال المنصب الجديد لحضرتك. ألف مبروك المنصب الجديد، وهنبقى نعرف الأجندة بتاعت حضرتك، إيه أكتر النقط اللي حضرتك هتركز عليها من خلال منصبك الجديد. خلينا بداية نتكلم عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا على أعتاب زيارة مرتقبة هتبقى هنا في ألمانيا، إيه أبرز الموضوعات اللي هتبقى مطروحة على الطاولة في هذه الزيارة؟ اولا اشكرك شكرا جزيلا، الله يبارك فيكي، واهلا وسهلا بيكوا في السفاره المصريه وفي برلين. زي ما حضرتك قلتي، انا يعني لسه بقالي شهر تقريبا في برلين، بقالي شهر في منصبي، ما عداش حتى شهر على تقديم اوراق الاعتماد، ومحظوظ انه السيد الرئيس بيحل ضيف علينا ان شاء الله بعد أيام قليلة وعلى برلين. والحقيقة الزيارة دي واحدة من سلسلة زيارات قام بها السيد الرئيس لألمانيا. السنة اللي فاتت كان موجود تقريبا في نفس التوقيت، وقبلها بعشر أشهر كان أيضا موجود. الحقيقة يعني ألمانيا كانت دايما محطة رئيسية من محطات الخارجية لسيادة الرئيس. نتكلم عن العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، داين إن للحديث عن الشق الاقتصادي، ربما إزاي ممكن نستغل الإمكانيات الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق بورسعيد، من التوفر العمالة ورخص عوامل الإنتاج، في إن إحنا نجذب صناعات ألمانية أكتر في هذه المنطقة في الفترة اللي جاية. قبل ما أتكلم عن الشق الاقتصادي، اسمحي لي أنه يعني أرجعك خطوة لورا، أنه التعاون ما بين أي دولتين بيحكموا وبيؤطروا إطار عام. الإطار العام ده هو العلاقات السياسية بين الجانبين. والحقيقة العلاقات السياسية المصرية الألمانية علاقات أكتر من ممتازة وراسخة وتاريخيا قديمة. يعني أنا كان من ضمن الأمور اللي طلعت عليها، كان في فيديوهات لزيارة الملك فؤاد لألمانيا، فواضح أنه حتى من العصر الملكي وما قبل ثورة 52 في علاقات ممتدة وعلاقات متشعبة كثيرة. الإطار السياسي العام ده تم ترسيخه وتم البناء عليه وتطويره منذ 2015 من أول زيارة قام بها السيد الرئيس السيسي لألمانيا. والحقيقة احنا يعني المراقب لهذه العلاقات وتطورها بيجد انه في تم وضع بناء راسخ جدا لأي نوع من العلاقات الفنية والنوعية اللي ممكن تندرج تحت هذا الإطار الكبير اللي هو الإطار السياسي. العلاقة بين القيادتين علاقات عميقة، وهناك تفاهم كامل في العديد من الموضوعات الهامة جدا على الأجندة الدولية، وبالتالي ده بييسر ويسهل التعاون في المجالات الأخرى، سواء بقى اقتصادية أو فنية بمختلف نوعيتها. فيما يتعلق بالمنطقة الخاصة بشرق بورسعيد ومنطقة قناة السويس، الحقيقة
يعني منذ المشروع القومي الوطني لمصر بالكامل وللشعب المصري بعملية ازدواج قناة السويس والتطوير والتفكير في بناء وإنشاء المنطقة الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد، أصبح هناك بالإضافة للعوامل اللي حضرتك تفضلت بيها أنه العمالة والفرص المتاحة، إنما أصبح هناك لأول مرة فكر متكامل وتشريع متكامل أن مصر تضع أمام العالم ولاستخدام الشركات الكبرى في العالم وبالذات الشركات الألمانية، بتضع أمامها مميزات لا تجدها في أي منطقة أخرى وفي أي مكان آخر. هذه المميزات هي المكان الجغرافي المتميز جدا، سهولة النقل والانتقال من هذه المنطقة، تشريعات مشجعة على الاستثمار وتشريعات تجذب الشركات سواء أنها تقوم بإنشاء مصانعها للتصنيع أو تخزين بضائعها، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والأطر التشريعية التجارية التي عقدتها مصر مع مختلف دول العالم. فمثلا هناك المنطقة التجارة القارية الأفريقية اللي دخلت الحيز النفاذ العام الماضي فيما أتصور، أظن كان العام الماضي، وهذه المنطقة إذن بتعطي الشركات العاملة في مصر فرصة النفاذ للأسواق الأفريقية. هناك أيضا منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بتعطي الشركات العاملة في مصر فرصة النفاذ لجميع الدول العربية. وبالتالي ما حدث في منطقة شرق بورسعيد ومنطقة قناة السويس هو مشروع متكامل، سواء من ناحية البنية التحتية أو من ناحية الإطار التشريعي أو من ناحية ما يمكن أن نقدمه من مزايا أخرى تكون جاذبة للشركات الألمانية وغيرها من الشركات. طيب احنا لسه في النقطة الاقتصادية ونقطة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. صحيح. وهنا يحضرني فكرة المعرض الألماني الكبير، المعرض باك بروسيس، اللي المفروض ان هو هيتعمل لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول العربية وفي أفريقيا، وتم اختيار مصر انها تكون أول وجهة يتعمل فيها المعرض ده في تلك المنطقة. حضرتك شايف الاختيار ده ازاي؟ بيدل على ايه؟ وايه تبعيات الاختيار ده في الفترة القادمة؟ أول ما يدل عليه هذا الاختيار هو الإعلان الكبير جدا وبصوت عالي جدا أن مصر آمنة ومستقرة وتستقبل العارضين سواء من ألمانيا أو من مصر أو من أي دولة في الدنيا. وهذا الأمر هام جدا، لأن بعض الأحيان بنصطدم بفكر مغلوط أنه لغير المتخصصين أن يقولوا أن منطقة الشرق الأوسط منطقة نزاعات ومنطقة حروب وبالتالي لا يلتفتوا إليه. يعني في بعض الأحيان بنجد أن هناك صعوبة أن احنا نشرح للناس أن ما يحدث في العراق بعيد جدا عما يحدث في القاهرة، وبالتالي يعني بنبذل جهد في إيضاح هذا الأمر. إنما فيما يتعلق بهذا المعرض بالذات، صناعة المعارض صناعة مهمة جدا، إنها صناعة متكاملة فيما يتعلق بالإعلان عن الدولة التي تقيم المعرض، فيما يتعلق بجذب شركات من مختلف المجالات، شركات عارضة وشركات ورجال أعمال مهتمين أن يتفاعلوا مع الشركات العارضة، وبتكون مناسبة لعمل صفقات والتعرف على ما هو جديد في أي مجال من المجالات. وألمانيا تحديدا هي من إحدى أكبر الدول في مجال صناعة المعارض. يعني هناك ربما في ألمانيا أكثر من 4,000 أو 5,000 معرض سنوي، وهذه المعارض بتكون فرصة كبيرة جدا للشركات الألماني بالذات الشركات الألمانية أنها تعلن عن بضاعتها وتسوق لها وتستقبل مريديها وهكذا. فأن يعقد هذه المعرض في مصر هو علامة على استقرار مصر، علامة على اهتمام الشركة العارضة صاحبة الامتياز المعرض أن تقوم بهذا المعرض في مصر وتقيمه في مصر. وكما سمعت وقرأت أن هناك اهتمام بالغ بالشركات أن تعرض
في هذا المعرض. فإن شاء الله يكون معرض ناجح، وإن شاء الله يكون فاتحة لمعارض أخرى كثيرة إن شاء الله. سعادة السفير، حضرتك لما بدأت بالشق الأمني، ده ينقلنا للحديث عن التنسيق بين ألمانيا ومصر. في توافق كبير حاصل بين البلدين في خصوصا في ملفات مكافحة الإرهاب، مكافحة الهجرة الغير شرعية. إيه الجديد في الملفات دي؟ يعني كما ذكرت سابقا، العلاقة السياسية بين البلدين علاقة متشعبة، ويندرج في إطارها مكافحة الإرهاب، ويندرج في إطارها مكافحة الهجرة غير الشرعية. ألمانيا كما رأينا اتخذت موقفا يعني باهرا جدير بالتحية والاحترام، أنها سمحت لمليون مهاجر أن يدخل أراضيها، في حين هناك دول أخرى منعتهم من الدخول. فالحقيقة موقف ألمانيا موقف يجب تحيتهم عليه ويجب احترامهم له، لأنه موقف متوافق تماما مع القانون الدولي، وإن كان العديد من البلدان لا تقوم بتطبيقه. التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب الحقيقة تعاون وثيق جدا، هناك تبادل للمعلومات، وهناك تعاون بين الجانبين، هناك تدريبات مشتركة بين الجانبين على أحدث التقنيات فيما يتعلق بالتتبع وفيما يتعلق بالبيانات وخلافه. إنما أهم ما تقوم به ألمانيا في حقيقة الأمر هو، وده يعود بنا للشق الاقتصادي، أن الدعم الألماني والمساعدات الألمانية ليس فقط لمصر وإنما لدول كثيرة في منطقتنا، يرجع في الأساس إلى الرغبة الألمانية في معالجة جذور التطرف ومعالجة جذور الهجرة غير الشرعية. والمبدأ بسيط جدا والفكرة بسيطة جدا، هو أنه لن يقوم أحد بتعريض نفسه للخطر وحياته للخطر بأن يبحر على مركب غير مؤهلة ويحاول أنه يتسلل من بلد إلى أخرى، معرض نفسه لمخاطر كثيرة جدا، غير لو كان في حالة شديدة جدا من الإحباط. والهدف هو إذن أنه محاولة دفع عمليات التنمية في البلدان المختلفة، والإبقاء على الأمل لدى المواطنين في هذه الدول لعدم ترك دولهم، ومن ناحية تانية البناء والتطوير والتنمية، يعني هي سلسلة واحدة وحلقة واحدة ممتدة. وأتصور أنه التعاون المصري الألماني في هذا المجال أيضا تعاون مبهر وجدير بالاهتمام. طيب، هل من تطورات في ما يتعلق بمباحثات بشأن الملف الليبي ممكن تطلع على الساحة في الفترة اللي جاية؟ ألمانيا كان لها مبادرة منذ حوالي 4 شهور 5 شهور بعقد قمة دولية حول ليبيا، وكانت هذه المبادرة بتعاون وثيق وتنسيق وثيق مع القيادة المصرية. والحقيقة يعني المستشارة حرصت على أنها تستشير القيادة المصرية في مسألة قمة ليبيا هذه، لإدراك الجانب الألماني أن ليبيا وتطورات ليبيا هي مسألة قريبة جدا من صانع القرار في مصر، وهي مسألة أمن قومي مصري. فبسبب الحدود الممتدة، بسبب العلاقات بين مصر وليبيا، بسبب الجهود التي تقوم بها مصر في محاولة رأب الصدع والوصول التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، فكان من الطبيعي أن يطرق الألمان أبواب مصر للاستفادة من تجربة مصر، وأيضا للاسترشاد بالنصح المصري، وأيضا حرصا على الحفاظ على ما تراه مصر من مصالحها المباشرة في ليبيا. وبالفعل تم عقد 3 جولات من المفاوضات، وتعقد الجولة الرابعة في غضون أيام. و يعني الجانب الألماني يوضح لنا تماما أنهم لن يمضوا قدما بعقد هذه القمة إلا لو كان الجانب المصري
في معظم الأمور التي سيتم طرحها في حالة من الارتياح، لأن هناك إدراك كامل لأهمية ليبيا لمصر والدور المصري في ليبيا. وبالتالي هو يعني الموضوع الخاص بليبيا هو أحد ربما أهم الموضوعات التعاون الحالية. وربما حضرتك تابعتي الاتصال التليفوني اللي قامت به السيدة ميركل، اتصلت بالسيد الرئيس، وكانت ليبيا من أوائل وأهم الموضوعات التي تم مناقشتها. فيما يتعلق بالأفاق الأخرى للتعاون بين مصر وألمانيا، تكلمنا عن الشق الاقتصادي، تكلمنا عن الشق الأمني والسياسي، خلينا نتكلم شوي عن الشق الثقافي. سيادة الرئيس قال أنه في رغبة عنده أنه هو يزود المدارس الألمانية في مصر من 7 مدارس تقريبا ل70 مدرسة ألمانية. صحيح. وحضرتك أخذت هذا التصريح كيعني يمكن بشكل من أنه تكليف غير مباشر. حضرتك إيه تصورك لتنفيذ هذه الفكرة في الفترة القادمة؟ الحقيقة فكرة أنه 7 يبقوا 70، يعني تعودنا من سيادة الرئيس على الطموح الكبير جدا، وربما يعني هذه هي الطريقة الوحيدة أن نعوض الوقت الذي فاتنا، وأن احنا نسرع بالخطى اللي مطلوبة علشان التنمية في مصر، لأن احتياجاتنا ضخمة جدا وملحة جدا، والتعليم والتدريب هي إحدى أهم هذه المجالات. وألمانيا في حقيقة الأمر واحدة من النماذج المثالية في عملية التدريب المهني والتدريب الفني، وهناك برنامج تعاون كبير جدا جدا مع ألمانيا فيما يتعلق بالتعليم المهني والفني. إنما أيضا في المدارس، وأتصور أنه كان الحديث عن المدارس الألمانية اللي هي المدارس العادية، المدارس اللي بتدرس أكاديميا مش فنيا أو مهنيا. والحقيقة ألمانيا على دراية كاملة بمميزات التعليم فيها، فهم وهناك دول أخرى كثيرة، يعني فرنسا بتعمل نفس، لديها نفس النظام في مدارس الليسيه مثلا. إنما الألمان عندهم أكثر من نموذج للمدارس، هناك مدارس بيقوموا بتمويلها بالكامل، هناك مدارس فقط بيقوموا بتدريب مدرسيها، هناك مدارس يقوموا بتزويدها بالمناهج، هناك أكثر من نموذج وهناك أكثر من أسلوب لهذه المدارس. احنا بدأنا التباحث مع الجانب الألماني في كيفية تحقيق تكليف السيد الرئيس، يعني وكان رد الفعل انه هم يرحبوا بذلك كثيرا، انما حذروا انه دي عملية ستكون عملية مكلفة وستكون عملية طويلة الاجل. وكان ردنا انه يعني هناك احتياجات ملحة وهناك ضرورات، واننا نعتمد على الجانب الالماني في دعم خططنا وفي دعم تنفيذنا لتكليف السيد الرئيس، وهنفضل ضغطين حتى نحقق الرقم المطلوب إن شاء الله. سعادة السفير، يعني لاحظنا ترحيب حار، استقبال يمكن مميز بشكل ما عن الاستقبال التقليدي لباقي السفراء الأجانب من قبل الرئيس الألماني لحضرتك. في ضوء هذه البداية الإيجابية، إيه أبرز الموضوعات اللي على أجندة حضرتك في الفترة الجاية؟ الترحيب من الجانب الألماني الحقيقة ومن جانب الرئيس الألماني واللي أنا ممتن له كثيرا، إنما أنا مدرك تماما أنه هذا الترحيب لا يتعلق بشخصي، إنما يتعلق بما أمثله. وأنا عندما أقدم أوراق اعتمادي للرئيس الألماني، فأنا بقدم أوراق اعتمادي كمبعوث لرئيس مصر ومفوض منه وأمثل مصر في هذا البلد، وبالتالي التكريم والترحيب مفهوم انه ليس لشخصي لانه ما عرفنيش شخصيا، انما هو يكرم ما امثله، وانا فخور بما امثله ومحظوظ ان يكون هذه هي المكانه التي نرى مصر عليها في بلد كبيره زي المانيا. الحقيقه المسؤوليه ضخمه جدا، لانه زي ما كنا بنتكلم العلاقات متشعبه جدا،
وهناك العديد والعديد والعديد من الموضوعات، ومن جانبنا احتياجات، ومن الجانب الألماني وجهة نظر في كيفية ما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة. فدايما بيكون مهمة الدبلوماسي الصعبة هي محاولة التوفيق بين هذا وذاك. وأتصور وبأمل وبدعي ربنا أنه ما تكونش صعبة قوي، لأنه احتياجاتنا الحقيقة في المرحلة دي احتياجات زي ما بقول كبيرة وملحة، وبأمل إن شاء الله أنه نقدر نشتغل مع الجانب الألماني في تلبية هذه الاحتياجات، وبكده نكون حققنا بصحيح الهدف اللي احنا متواجدين علشانه هنا في ألمانيا. سعادة السفير أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وبالتوفيق لحضرتك في المنصب الجديد، وألف مبروك. أشكرك، شكرا جزيلا. تابعنا مشاهدينا لقاء خاص مع السفير المصري لدى ألمانيا السفير خالد جلال، تطرقنا فيه لعدة أفاق فيما يتعلق بالتعاون المصري الألماني والتوقعات للفترة القادمة لتطورات هذا التعاون، خاصة في ظل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.